يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الذي يجب على امرأة لم تطف طواف الإفاضة وهي قد سافرت إلى بلادها وهي من البلاد الأفريقية، وذلك لأنها كانت قد حاضت ولا يمكنها الآن الرجوع إلى مكة ولا في السنة القادمة، فما الواجب عليها؟ الواجب عليها أن ترجع متى ما تمكنت، ترجع وتكمل حجها، لأن حجها لم يكمل، باقي الركن من أركان الحج وهو طواف الإفاضة، فترجع وتأتي به إذا تمكنت من ذلك. نعم.